تواصل قوات الاحتلال عدوانها المتواصل على أنحاء قطاع غزة لليوم 15 بعد 200 على التوالي، وسط استمرار المجازر واستهداف المدنيين وتصاعد العدوان على مدينة رفح جنوب قطاع واجتياحها البرية. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار قبالة مدينة رفح، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلا سكنيا شرق المدينة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في منطقة بشرقي المدينة. كما استهدفت قوات الاحتلال دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوبي رفح. وفي أنحاء غزة شنت قوات الاحتلال غارة استهدفت منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، فضلا عن استهداف منازل بحي الزيتون شرق مدينة غزة، وكذلك استهداف المحافظة الوسطى بالقطاع بتزامن مع استهداف شمال مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.